حضنته وقالت له أنا من المعجبات وبتبعك. نبيل عبيد فاجئت الكل باللي عملته أول ما شافت الظفر العابدين، مش هتصدق اللي حصل بينهم. مقطع فيديو على هامش مهرجان البحر الأحمر وثق لحظة مقابلة الفنانة نبيل عبيد مع الفنان ظفر العابدين، لكن اللقاء ما كانش عادي. فرحة هستيرية لنبيل عبيد اللي وقفت قدام ظفر وقالت له أنا من معجباتك وبتبعك، حضنته كتعبير منها عن حبها لي. رد فعل ظفر كان مفاجئ، اللي اتكلم مع نبيلة كونها واحدة من أشهر نجمات جيلها، ليها تاريخ كبير في الوسط الفني، أبدأ إعجابه بمشوارها وقال لها إننا بنتعلم منك وإنك أيقونة الفن المصري وشرف ليا شهادتك. مقطع الفيديو حقق انتشار كبير في الساعات اللي فاتت، وتفاعل معاه رواد التواصل على نطاق واسع وسط إعجاب كبير بتلقائية وعفوية نبيلة عبيد وكمان تواضعها اللي رغم مشوارها الفني الطويل لكن ما اتكسفتش إنها تبدي إعجابها بظفر. نبيلة عبيد كمان اتكلمت عن سر ابتعادها الفترة دي عن الشاشة وقالت حاليا أنا بنقي موضوعات كويسة، لازم أعمل حاجات تكون مناسبة ليا دلوقتي وإن شاء الله ربنا يوفقني ولاقي حاجات كويسة. كمان اتكلمت عن الأحداث الحالية وقالت ربنا يشيل كل حاجة وترجع الدنيا أحسن مما كانت، وجسمي بيأشعر لما بجيب سيرة اللي بيحصل وبخصها دايما في دعواتي. نبيلة كشفت كمان عن مفاجأة عن سيرتها الشخصية وعن وجود عمل وثائقي عنها، وقالت كنت مرعوبة وأنا رايحة في الطريق عشان أتكرم، لكن الكلام اللي اتقال خلاني سعيدة وفخورة. الفترة اللي أنا اشتغلت فيها كانت كلها عن المرأة، أنا عاملة أكتر من 90 فيلم وبدأت مع الأدباء الكبار زي محمود أبو زيد ووحيد حامد ومصطفى محرم، كل دول كانوا بيكتبوا للمرأة، فأنا كان عندي حصيلة كبيرة من أفلام المرأة والحمد لله الناس فاكرة أفلامي وبتتكلم عليها. في بعض الأفلام عملتها في سوريا ولبنان وما عجبتش الناس، أنا ما حبيتش نفسي في المكان ده وغيرت الطريق خالص ورحت لإحسان عبد القدوس وخدت روايات وخدت الطريق، أنا أفلامي كلها كانت بتجيب فلوس. نبيلة اتكلمت عن لقب نجمة مصر اللي خدته من قبل جمهورها وكمان التكريم اللي خدته، وقالت نبيلة عن اللقب ده أنا كنت مغضوضة وخايفة من لقب نجمة مصر الأولى، قلت هيقولوا عليا إني مغرورة لكن قالوا لي تستاهلي اللقب لأن أنا كنت الأولى في البيع، وأنا مع إن محمد رمضان نمبر 1 لأن أول واحد في القائمة هو بيبيع كويس والناس بتحبه، والأفلام اللي بتتعرض عليا دلوقتي بفكر إني لازم أكون في وسط شباب، لكن ببقى خايفة لأن آخر مخرج اشتغلت معاه كان سعيد مرزوق، مين هيبقى بعده؟ أنا مؤمنة بالمخرج والورق، دول اللي بيخلوني أقول حاضر وأشتغل وأنا مرتاحة، طبعًا مش هعمل أدوار زي الأول لكن في أم بتطلع، لازم الشخصيات تتوظف علشان يمزجوا الجيل القديم بالجديد، أنا مؤمنة بالجيل الجديد وبيعملوا حاجات حلوة.